وأخيرا وصلت. شوفي رفعت بيك، شو هالشي المهم اللي بدك تحكيه؟ راح أحكي كل شي يا سيادة القائم مقام، بس ما راح يعجبك الحديث أبدا. عم اسمعك. كنت حابب خبر حضرتك من زمان، بس لازم تعرفوا ديالة خانم. شو صار مع ديالة؟ شفتها مع رجال تاني وما كانوا بوضع منيح أبدا، وكان كل ذنبي إني شفتهم وهن اللي عملوا فيني هيك. أنت شو عم تقول؟ ليش عم تفتري على مرتي؟ ليش لا افتري يا سيادة القائم مقام؟ اصلا شو الصلة اللي بيني وبين زوجة حضرتك؟ شفتهم بعيوني التنتين، رجال ما بعرفه، بس زوجة حضرتك بعرفها منيح. ما بصدق انه ديالة ممكن تعمل هيك شيء ابدا، بس من اليوم ورايح رح تكون عيوني عليك 10 على 10. اللي شو غايتك؟ ها؟ اللي شو غايتك؟ أنا شو غايتي لحتى كذب على حضرتك؟ وما دام مو عاجبك الحديث ليش لساعتك واقف عم تسمعني؟ ممكن تتصل فيها وتسألها بنفسك. طلع فيني، ما بدي تذكر اسم ديالة على لسانك مرة تانية، خليكي بعيد عنا، فهمت ولا؟ لا أنت بدك تضل تحميها. شو عم تخططوا له؟ شو عم تخططوا لديالة؟ ها؟ سيادة بشو عم تفكروا تروحوا يا كلاب؟ سيادة القائم مقام، شوي رجاء، سيادة القائم مقام، لحظة بس. حضرتك منيح؟ دكتور وضع المريض مانو مستقر. بدي اسألك سؤال لو سمحتي، شفتي لي ديالة خانو؟ مع الأسف يوم ما اجت. ليكونوا عملوا شي مالو منيح مع ديالة، يا ربي تحميها، أنا ما رح أسمح لهم يعملوا لك شي أبدا. خير يا كنتي، شو يلي رماكي علينا بهالوقت؟ يمكن عم احرق أعصابي على الفاضي، أكيد بتكون نايمة بالبيت. يلا. على الله تعود.